سلام سلام يا احلى اصحاب، ورجعنا بفيديو جديد. وفيديو النهارده هيكون فيديو مميز عن جميع الطرق اللي ممكن تزود بها مستوى صوت الهاتف وتحل مشكله انخفاض الصوت بطريقه سهله وبسيطه. وبتمنى يا احلى اصحاب قبل ما نبدا الفيديو تدعموا الفيديو بلايك وتشترك في القناه لو انت مش مشترك وتفعل زر الجرس. خلاص قربنا ل 500,000، شاروا الفيديو في كل مكان مع اصحابكم على الواتس وعلى الفيس، عايزين نوصل ل 500,000 في اسرع وقت. وكالعاده قبل ما نبدا الفيديو بشكر الناس الجميله دي على تعليقاتها اللي جنن من قناه منوعه، وحسن فريسكا احمد الجزار، واخيرا يوسف وجو وحسام المصري. ونبدا بشرح الفيديو. اول طريقه بتعتمد انك تنزل برامج من على جوجل بلاي، ودي بتكون نسبه نجاحها من 50 ل 70%، لان بعض الهواتف ما بتستقبلش البرامج دي، فبالتالي بيكون صعب انها تشتغل عليها شويه، لكن بنسبه كبيره بتشتغل على اغلب الهواتف. والطريقه الثانيه نسبه نجاحها 100%، بس الطريقه دي صعبه شويه. ونبدا باول طريقه، وكل عليك بتدخل على جوجل بلاي وتبحث عن التطبيق ده سبيكر بوست، ونعمل بحث. هيكون ده شكل التطبيق يا شباب. بنعمله تثبيت، مساحته صغيرة جدا 5 ميجا. كل عنا بنفتح التطبيق بيظهر بالواجهة دي، بنسحب الشاشة بالشكل ده وبعدين نضغط على علامة الاكس. هنا بيقولك انك لو عايز الصوت بشكل كبير بيعمل زبزبة في الصوت، فبنضغط موافق. ومن خلال الزر ده شاب بنقدر نسحب لمستوى الصوت اللي احنا عايزينه، ويفضل انك ما تسحبهاش لاخر، مثلا تخليها 40% او 50%، علشان ما تبوظش السماعات بتاعتك، لانك بتدي طاقه للسماعه بتاعتك مش من حقها اللي هي تاخده. وبعدين بنضغط على السيتنج ونعلم على الخيار ده، وبعدين نضغط هنا. ومن خلال الخيارات ده شاب بيديك مستوى تحكم في الصوت، يا اما تقدر تعلي الصوت ل 100% او تخليها 60 او 50% اقصى حد، علشان ما تبوظش السماعات بتاعتك. فبالتالي هيظهر في شريط الاشعارات ان التطبيق شغال. بمجرد ما الاشعار ده يختفي اعرف ان التطبيق مش شغال ولازم تعيد تشغيله. فبالتالي لو شغلت اغنيه او حد رن عليك هتلاحظ فرق في الصوت بشكل كبير. ونروح للتطبيق التاني في حاله لو التطبيق الاول ما اشتغلش معاك، والتطبيق ده برده كويس يا شباب، بس الاول افضل وشغال على اجهزه اكتر. فكل عنا بنفتح التطبيق بيظهر بالواجهه دي، وده مستوى الصوت الطبيعي، انما الخيار التاني مستوى الصوت اللي التطبيق مديهولك. بمجرد ما بترفعه بيعلى صوت الهاتف الخاص بيك مع امكانيات اكتر التطبيق مديهالك، انك ممكن تعمل كتم للصوت او تخليه في الوضع الطبيعي، او انك تتحكم في مستوى الصوت من الخيارات دي بالطريقه اللي تناسبك. التطبيقين دول يا شباب هتلاقيهم في وصف الفيديو تحت. ونروح للطريقه الثانيه، ودي نسبه نجاحها كبيره جدا. والطريقه دي يا شباب بتعتمد انك بتنزل ريكفري على الهاتف الخاص بيك، وده بيكون شكل الريكفري. كل عنا بنقفل الهاتف بالشكل ده، وبعدين بنضغط على زر تشغيل الهاتف وزر الهوم وزر رفع الصوت بالشكل ده، فبيفتح معانا الوضع ده، وده وضع الريكفري. وده طبعا مش هيشتغل معاك لانك منزلتوش عندك على الهاتف، وطريقه تنزيله بتبقى صعبه شويه لانه بيقدر يتحكم في الجهاز كله بالكامل. بتقدر من خلاله انك تنزل روت على الجهاز، وبتقدر من خلاله انك تعلم مستوى الهاتف، وبتقدر برده من خلاله انك تشيل الباسورد او البصمه في حاله لو حصل مشكله ونسيت الباسورد ده. بتقدر تشيل كلمه السر من على الهاتف من غير ما تخسر ملفات. كل علينا بنضغط هنا، بعدين بتنزل ملف على حسب نوع الهاتف الخاص بيك. فطريقه تنزيل الريكفري مش هشرحها في الفيديو ده يا شباب لانها طويله جدا، هعمل عليها فيديو كامل لو انتوا طلبتوا مني. فكل عليك انك تكتب لي تحت في الكومنتات انك عايز شرح للطريقه دي، وباذن الله في فيديوهات الجايه هعلمكم ازاي تنزلوا الريكفري، وازاي تنزلوا الروت، وازاي تعلوا الصوت من خلال الريكفري بطريقه سهله وبسيطه. ولهنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. بتمنى الفيديو ينال اعجابك. ما تنسوش تدعمنا بزر لايك واشترك في القناه لو انت مش مشترك، وتفعل زر الجرس. ولو انت اول مره تتابعني ادخل القناه، بنزل فيديوهات جميله جدا. اشوفكم في فيديو جاي، والسلام عليكم.